فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا مع ضيوفنا سامي العكريمي وسامي العابدي وجدي السيد. حنسمعوا شويه اراء المواطنين حول كيف شافوا مقابله المنتخب البارح. ناخذ اول تليفون معنا علي. علي اهلا بك. مع السلامه. منين تكلم فين علي؟ مواطن. ما عندكش ريزو علي؟ لو كان تحاول تبدل البقعه شويه علي. الله يبارك، تسمع فيا؟ تصور. اي تو صباح خير شويه. منين تكلم فين علي؟ كنتك حاليا من تونس ولايه نابل. مرحبا بك، تفضل علي. بيك عايشك. انا عامل بالخارج، اسمي الاصلي هو مش علي، من نقول على اسمي صحيح على خاطر شي عندي ولدي يلعب في المنتخب الاولمبي ويلعب في موجود هو في الدنمارك، يلعب في الدنمارك في كيب دنماركيه. تبعت المقابله نتاع البارح وشفت فيها يعني الانضباط والفم ملعبيه اللي يعني مش بقلب يلعبوا، يعني يلعبوا كم فوا يلعبوا في ماتش نتاع كوره يعني. انا عندي ملاحظتين نحب نقولها. بسرعه علي. اوكي بسرعه. الملاحظه الاولى، انيس بن سليمان ملاعب كبير ونعرفوه في الدنمارك ومشهور وملاعب كبير. فما ملاعبيه اخرى، فما ولدي زاد جاء لعب في المنتخب هنا الاولمبي. شكون ولدك؟ انا عارفوه ما يسالش. تعرفوه؟ يعرفوه الاولاد، يعرفوه برشا. ايش اسمه؟ من خاف تاثر عليه. باهي يعني مش مشكل، باهي ما يسالش. الحاجه اللي رفضها بعد الوحده اللي عملها في المنتخب الاولمبي اللي ما عادش يحب يجي يلعب في تونس، نفس المشكل نتاع انيس بن سليمان اللي هو يلزمكم تحافظوا عليهم الوليدات هذوما، يلزمكم تدخلهم في الجو نتاع تونس. اللي هو شنو المشكل؟ المشكل يعني يجيبوهم ويجوا لتونس يلعبوا في تونس ويستغنوا عليهم، ما يشاركوهمش بكل. ملاعبيه كبار وعندهم ترانسفير ماركت كبير وعندهم كل شيء، ما يشاركوهمش بكل، يلعبوا كان الملاعبيه اللي يعرفوهم المحليين نتاع تونس. وخسرناهم لاعبي يعني ديفونسير كبير وخسرناه. ولو انه هو المنتخب الاول في برشا ملاعبين يلعبوا من برا وقاعدين يلعبوا، ممكن تكونش دي شوا تكنيك. يعطيك الصحة، شكرا لك علي. وفما هذه مشكلة حتى في تونس، اللي كل والد يشوف الملاعب نتاعه ولده يشوف فيه ميسي معناه، وعنده حق نتفهم معناه. باهي ناخذ التليفون الثاني معنا عزيز. عزيز اهلا بك. السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا، تفضل عزيز. سي وجدي وسي وسام الكل. مرحبا سامي العكريمي. حبيت نحكي على ليكيب ناسيونال تاع البارح. راي صحيح مع كامل احتراماتي الناس الكل، فهمتني بالقائمه اللي استدعاها، ما فما برشا حاجات مازالتني اها اللي هي شوف، فما برشا حاجات كيف تشوف فما جواريات اصلا. يوسف المساكني يقدم برشا ليكيب ناسيونال، وهبي الخزري، برشا عباد ما تستحقش تكون في القائمه هذه. ما الاسم راهو يبقى اسم، اما الحق يتقى. اليوم انت عندك عصام الجبالي اللي دخل معاك المره اللي فاتت وقال تظلمت وكيف ما صحيح ولا لا؟ اي مع ثمانية السحباني صحيح. هاي عصام الجبالي من قاعد يقدم في فور كبير برشا مع روسنبورغ كيف نتاعو في البيتور تو في الدنمارك. البيتور قلت يعني يستحق. فما باللي فما كلمه السناصر اللي قاعدين يهزوا في جواريتنا للخليج، كي تشوف نيجيريا كي تشوف الجزائر البارح كنت في المكسيك تعدي طرح بعشرة جواريت ومكسيك عدلت في الاخر، حاشيت ساعات تبكي مش واضح. خليه جواريتنا يمشي في الاوروب، خليه يتعلموا الكره الصحيحه. اختانا من الفلوس وهاو المساك نمشي هاو عمل الفلوس ومن بعد يلزم خلينا نبنيو كيب ناسيونال باهي. عندنا جواريت باهين، عندنا راهو ما تقولش عندنا الكاليتي في تونس. كيف تشوف جواريت صغار تو طالعه، خليل القصاب، اسكندر العبيدي، هاني عمامو، منتصر الطالبي، وليد الجلاسي، ما فهمتش علاه ما لعبهمش. يعني جواريت من اقوى ما فما. واضح، يعطيك الصحة عزيز. ناخذوا المتكلم المشارك معنا الثالث، محمد امين. امين اهلا بك. الو اهلا بك. مرحبا، منين تكلم فينا محمد امين؟ كل ساعة نقدم لكم روحي. انا محمد امين العكرمي من مرسى، طالب سنة ثالثة تفسير رياضي بالمعهد العالي للتربية البدنية بالكاس. مرحبا، نتشرف وسيم. عايش. انا عندي معناها فكرة نحب نقولها على معناها وجهة نظري انا كيفاش نجموا نبنيوا منتخب. اول حاجة المنتخب يتبنى بلاعبين مش على اساس الجاهزية، على اساس الكاليتي نتاع الملاعبية. معناها من الاول نشوفوا انهم اللاعبين اللي عندهم المستوى اللي يرتقي بالمنتخب نتاعنا، نحضروا الليستة هذيك واللاعبين الاخرين ما عادش نتلفتوا لهم بالكل. ومن بعد شنو نزيدوا لهم؟ نزيدوا لهم اللاعبين الشبان اللي عندهم هامش تطور، على خاطر احنا الكومبيتيشن اللي عندنا كوب دافريك 2021 وعندنا كوب دي موند 2022. لا من هنا معناها اللاعبين هذوما نزيدوهم اللاعبين اللي عندهم هامش تطور. نعطيكم امثله، مثال الحارس الياس الدمرجي، حارس كبير ياسر، وانا نسال
علاش ما عيطلوش معناها الناخب الوطني للمنتخب نتاعنا؟ حارس وين هذا؟ ما نعرفوش انا ياسر الدمرجي، وين حارس شنو؟ يلعب في الدوري الفرنسي، عيطوا له للمنتخب الاغوست وعدى ماتش كبير. باهي. احفظوا الاسم هذا ياسر الدمرجي، وعندنا يعني لاعبين اخرين بطبيعه كما حكيت قبل على عمر رقيق ولاعبين اخرين ومن بعد علاش من الاول لازمنا نختاروا ليستا؟ ولازم الليستا هذيك يحافظ عليها كما عمل قبل السيد روجيرو مير في 2004 نتفكروا، اختار ليستا عمل المنتخب ومن بعد في التمارين دخل لهم الاليات اللي تتماشى مع الكاليتي نتاعهم. واحنا منتخب شمال افريقي كما الجزائر وكما تونس وكما الجزائر وكما المغرب وكما مصر، نقطة القوة نتاعنا هما اللاعبين الفنيين، عكس تفكير اللي تحكي ديما. احنا ما حسناش بالقوة البدنية. وحاجة أخرى نذكر اللي الجزائر كان عندها أسامي كيما بلومي وكيما ماجر، المغرب تيمومي وبودربالة، احنا طارق والله يرحمه نتاع الساقس العقربي الله يرحمه. معناه احنا راه في الاصل احنا منتخب فني، نزيدك زيادة احنا برشا كلام يتقال كيفاش احنا من نوصل نترشحوا للدور الثاني للمونديال الا ما نربح الكاميرون. راه الكاميرون عمرك ما باش تربحها بالقوة البدنية، على خاطر احنا الخصائص البدنية نتاعنا كتوانسة ما عندناش القوة ذيك، احنا نربحهم بالفنيات. واكبر مثال المنتخب المصري وقتها ربح المنتخب الكاميروني في وقت يدور في الكرة، كيف كان يدور في الكرة ولقين مو مش فاهمين شيء في التيران، جماعة الكاميرون تلقى قوة بدنية اما ما ينجم يعمل شيء في الاخر بالكل هذه كرة راه، ونشوفوا برشلونة كيفاش. واحنا راهو تاريخيا ما عملنا انجازات كبيرة كان بلاعبين فنيين. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك محمد أمين. ناخذ آخر تليفون معنا. محمد أهلا بك. صباح السلام أخويا. مرحبا بك، منين تكلم فينا محمد؟ نتكلم فيكم من الصفاق. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في الصفاق. باهي محمد، أعطينا رأيك في المقابلة البارح. والله أنا رأيي كاي متفرج تونسي معناها حب يعمل كيف على ماتش تاع كيف نفسيلان عندنا برشا ما شفناش. المنتخب تحسه بارد برشا، ما فماش يعني ما فماش ما شفتش انا خطه. اللاعبيه اللي كنا نعملوا عليهم صراحه سيرتو ساكني ما شفناه زاد كيف يعني، كما قال السيد اللي قبلي معناها الناس تلعب على ممكن على الثاني فقط، ما شفناش جينيراسيون جديده ممكن نتطعموا بها ليكيب ناسيونال. وسي ريفال عكريني معناها يعرف مليح وانا ديما متمسك بالراي نتاعو في ليكيب ناسيونال، شفتو في ليكيب ناسيونال وقاعد ديما نتبع فيه، انسان يعطي رايه كومي فو من جمل. يعطيك الصحة، شكرا لك محمد. تقريبا كما كنا نسمعوا سي وجدي، الناس الكل تقريبا متفقة البارح المنتخب ما كانش في يومه. صحيح، يعني اولا التدخلات قايمه يعني بصراحه نتاع الاخوين الكل يعني كلام معقول اللي قالوه. انا خونا الثاني اللي تدخل يعني كلامه زاد موافقه على طول فيما يخص عصام جبالي. عصام جبالي ملاعب يعني قاعد يقدم في مردود، يعني مردود كان تحكي على المردوديه والمردود ونعرفش على الروندمون، فهمني عصام جبالي ماكينه قاعده تخدم، فهمني لا تستناها لا تحضرها لا تأهلها لا حتى شيء، قاعد يسجل يعني يعمل في معناها في قدم في مردود كبير برشا في الدنمارك. ما فماش داعي باش ما تسمى خاصة ما عندناش مهاجم تو. خاصة مع وحتى كان عندك عندك حتى قاعد يمركي في الدنمارك شنو هذا ايش عمل؟ تو قلت الحرباوي قبل قالوا ما نعرف شنو هو الجروب وما جروب وصارت مشاكل، وهذا عصام جبالي علاش؟ مادام يقدم في مردود يا خويا استدعاه شوفوا اعطيه حتى نص ساعة شوفوا. لكن ما تستدعاها الجمله وتجيب دي جوار اللي ما همش معناها كومبيتيتيف، معناها ثم حاجه بصراحه مش معقوله. انا حبيت حاجه اخرى احكيوا على الاولاد الصغار، الاولاد الصغار اللي طالعين واحد صحيح. انا توا الماتش الاولاني لاكس تاع ديفونس شفنا مريح ملعب مش ملعبش مريح، مريح عمل اخطاء. الماتش الثاني برونا دالم برونا عمل اخطاء، يلعب الطالب يعطيته شويه انتونجو. انت في ماتش تنزانيا
اذا كان لا قدر الله تصير اصابه ولا واحد يمرض ولا واحد ولا حمراء باش تلعب ملاعبي اول مره ما جربتوش جمله يعني مش معقول معناها فهمني ثم حاجات مفروضه ستاف كامل كل الناس كل مع بعضها مش مدرب بركه هذه استراتيجيه راهو المدرب وقت اللي يقعد ليله الماتش يحط في باله النقاط الكل الباهيه والخايبه فهمني شنو التغييرات لازم يعملها شنو ما يعملها شنو كذا انا هو ملاعبي كذا انا هو لاكس لازم نعمل فيه شونجمون ولا ما نعملش دو ماتش لي دو جوار لي زاكسيو هما بيدهم في لي دو ماتش ما افيك اوكان شونجمون يعني انا راها غير معقوله بصراحه كارو يعطي شويه طون جو للطالبي اللي هو الوحيد موجود اكسيا اللي يظل لي في لي رومبلاسمون في كان جاسر الخميري وما مشاش الخميري ما قعد مريض جو سي با عندي لكن كان خميري ما يحضرلكش انت مثلا حضر طالبي صحيح عطيه شويه ذوقه شويه خليه يلعب له نحكي وسام عم لعبيه الشوبين قال برشا كلام على حمزه رفيعه وكذلك انيس بن سليمان ماتش الاول ماتش البارح اختبار حقيقي كيفاش شفتوا من لاعبين اكدوا الا لاعبين عاديين لاعبين دي فالور سور صراحه دي فالور سور وعجبوني برشا انا زوز ملاعبيه هذوكم عجبوني برشا ومش يعطيو كيما جا صخيري ما كناش نعرفوه صخيري توا فالور سور في المنتخب ومش يكونوا فالور سور اكيد جدا ماذا بينا نزيدوا نلوجوا نلقاو شي ملاعبيه زاد في القيمه هذه ملاعبيه انا خاطر كي تلعب ضد فريق نيجيريا ولا ضد فريق كبير معناها في الافريق ولا حتى في الاوروب هاك الملاعب اللي يمشي للديفونسور واللي ما يخافش وعنده شخصيه قويه البارح نشوف فيهم نحن كيفاش مشى وخرج الواحد الكره ابار حتى هذيك راه مش حتى التخريج هذيك شفت تفرجت عليه وركزت معاهم برشا زوز ملاعبيه هذوما قبل العمليه نتاع بن سليمان اللي عمل كونترول اورينتي وديريكت خرج الخازي على اساس اي صحيح اي معناها تحس ملاعبيه عندها في ساقيها وملاعبيه وما تخافش وملاعبيه انا ما نجيبش ملاعبيه تو جبدنا الفرق ما بين بن محمد وملاعبيه هذوما خاطر بريسك يلعبوا فرد بوست بن محمد انا نشوف راه خاطر الناس كل تتفرج في الكوره سي وجدي كونترول باس ويجري وهذاك هو تقول لي انت من نجم بن محمد من يعمل نجم يعمل حتى شيء في المنتخب اليوم ملاعبيه هذوما زوز دي فالور سور ملاعبيه صغار إيه صغار ملاعبيه مشي من القدام مش يعطيه المنتخب وملاعبيه كلي ما يخافوش وانت اليوم كي جبتهم من الحاجه اللي تفرح صراحه زاد فما حوايج تفرح زاد في المنتخب الحاجه اللي تفرح اللي ديريكت دخلوا مع المجموعه ديريكت ماركه بسليمان ديريكت معناها ملاعبيه فهمت بعضها كيما قلنا يلزم تلقى الاوتوماتيزم تاع ليكيب كامله علاش يا اسلام قلنا يلزمك تثبت الحارس المرمى وتثبت المدافعين الاربعه وتثبت ليكيب اللي باش تلعب بها توا جايه تصفيه كاس افريقيا وجايه بعد كوب دافريقيا وجاي معناها اذا 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 اطار فني نتاع منتخب يمشي يحب لبعيد ما تقوليش انا اليوم نجرب صحيح ما شويه ميكال نجرب ونشوف نعطي خاطر باش ما نظلمش ملاعبي نعطيه حق ملاعبي نجرب ونشوفه اذا ينجم يعاوني يعاوني اذا ما ينجمش يعاوني يجيب غيره راه ما تقفش خاطر ليكيب نصر انا لك احنا قبل اسلام نقسم بالله العظيم قبل نلعبوا مش نطيروا وما نلقاوش حتى فرصه باش نخاطر قدامك بدر قدامك زعايدي قدامك الاخر قدامك الاخر نقعدوا نستناو بال 20 ماتش توا تلعب دو ماتش تمشي تلقى روحك تلعب في ليكيب ناسيونال فهمت وكي تجيك فرصتك لازمك تثبت فيها صحيح. اليوم اذا تحب تثبت ليكيب ناسيونال وتثبت الفريق نقولوا ال 14 ديما خاطر 11 يلعبوا معناها لازمك من توا اسلام عندك ما تعلق سواء في النقطه هذه بصراحه سليمان ورفيعه يعني ابار لا كاليتي معناها لي كاليتي تكنيك اللي عندهم عندهم ان اوتر تو لونجاجمون فيزيك شفتوا رفيعه البارح كيفاش يلعب مع فيك مع الملاعبين تاع نيجيريا بروفيسيونيل معناها يلعب فيك ان اونجاجمون فيزيك لين 9 مينوت خذا برقه صفراء معناها جيست تكنيك في البونت ومن حلوه برشا وانت باش تلعبوا معناها مع منتخبات افريقيه اللي لونجاجمون فيزيك زاد باش يكون عنده قيمه برشا على عكس بعض اللاعبين اللي كانوا يجيونا من اوروبا وكانوا يجيونا يلعبوا في ناس ويلعبوا فهمني يخاف على ساق ويحسب فوالا الريم لاعبي يلعب فيك ان اونجاجمون فيزيك وعنده دي كاليتي تكنيك بن سليمان زاد ستون فالور سور معناها عنده موهبه كبيره برشا ينجم معناها عنده هامش تطور ملاعبيه عمرهم 19 و20 سنه يعني صغار مازال عندهم هامش كبير تاع تطور خاصه انهم يلعبوا يعني مع انديه يعني اوروبيه ماهوش يلعب لا في الخليج ولا في البطوله التونسيه دونك على ذاك هذوما ملاعبيه بالنسبه لي انا مكسب كبير للمنتخب. حاب نسالك سامي على التغييرات البارح في المقابله تقريبا ما استعملش التغييرات نتاعو الكل منظور قبل كانه واخذ مقابله
جديه كبيره. سليتي كان خرج في دقيقه دخل في دقيقه 71 وبلاصه رفيع بن عمرو بلاصه بن محمد في دقيقه 75، معلول بلاصه المساكني دقيقه 82، والجزيري بلاصه الخزري في اخر ثواني المقابله. كيف شفتهم التغييرات؟ هل كان المنزل كبير عليه انه يكون اكثر تغييرات في المقابله؟ يشوف الملاعبيه خاصه اللي تكلمنا عليهم قبيليك كما جلاس ما شفناهمش بالكل، والا هذم هما اللي كان لازموا يعملوا؟ لا لا، هذوما التغييرات نتاع مجامله، مش يلعب السليتي معناتها باش يهبط السليتي ويلزموا يهبط، معناتها يلزموا يهبط معلول مش يفهموا اللي هو معناتها هو تيتولير وكل. شوف يا خلينا نحكيو معناتها خطاب عام، معناتها ان ديسكور جينيرال. شوف ثم اخطاء وعديد نقاط الاستفهام في القائمه الاوليه، ثم عديد من الاخطاء ونقاط الاستفهام في التشكيله الاساسيه، ثم عديد الاخطاء ونقاط استفهام على مستوى التكتيكي. شوف نفس الاسباب تعطي نفس النتائج. انا نقول لك ان ماشيين في ثنيه غالطه، لكن هنا اليوم عندنا شهر وعندنا زوز مباريات، معناتها الامور فيها واضحه شنو هو اللي ما مشاش وشنو هو اللي مشى، وناهو الملاعب اللي عنده بوتنسيال وناهو الملاعب اللي ما ينجم يعطي حتى شيء. اذا باش نواصلوا في الثنيه هذه، هذا السؤال جاي نتاعي سامي، شكون الملاعبين شفتهم قادرين يفيدوا المنتخب في المستقبل حتى ماهمش في الليسه تاعو؟ شكون الملاعبين اللي يزيهم اليوم؟ شوف توا المستمع الثاني، اعطى معناتها اعطى اسماء اللي معناتها كان ينجم يعطيهم معناتها فني، وكان ينجم معناتها يدخلهم ثلاثه اربع جوارات يدخلهم في القائمه. انت ولا كان الملاعبيه ولا كان انت عندك في مخك وفي القائمه نتاعك وفي الناس اللي مؤثرين عليك وفي الناس اللي يعملوا معاك القائمه واللي يعملوا معاك التكتيك واللي يعملوا معاك الفريق الاساسي، كان عندك اسماء ما يلزم تحطهم، وثم اسماء ما يلزمش يجيو، بكل ما يتغير حتى شيء، حتى الكلام اللي باش نقولوه نحن. يا اخي انا صحافي معناتها داخل المجموعه، انا نعرف اكثر من منذر كبير ومن عادل السليمي يا رسول الله يعرفوا. يهمني رايك سيدي. هاني قلت لك، ثم جبالي، ثم ثلاثه اربع جوارات، ثم ملاعبيه اللي قاعدين على البنك كما جلاسي كما ثم، لكن واللي يهزيهم شنو اللي يزيهم؟ شوف انا على عكس بعض الاشخاص. شوف انا الخزري مازال عندي انا لاعب اساسي في الفريق الوطني، رجع في سانت اتيان، سي ان جوار كي اون بون كونديسيون فيزيك، عنده مونتال قوي ياسر، يعطي 100% نلعب مالغري، سي ان جوار كاركتيريال وكل. لكن اللي يزيهم هما معناتها اللي توا يكونوا معروفين، معناتها ثم عندك المساكني، عندك بن محمد، عندك مرياح في الكونفيغوراسيون اكتويل، معناتها ما ينجمش يكون معناتها في فكر المدرب اساسي. ثم اليوم قرارات يلزم ياخذهم، انا نعرف اني مش ياخذهم، وانا نعرف انه مواصل في الثنيه هذه، ونعرف انه الطريق هذه مسدوده، ومش نجيو للكوب دافريك ومش نترشحوا، كان نترشحوا بصعوبه، وكان وما عندنا في نمشيو في الكوب دافريك، وما عندنا في مش نمشيو في الكوب ديما. لا لا مش ياسر متشائم، ما تطورناش، لا لا اسمعني مش ياسر متشائم. انا عندي معناتها عندي دي بوان دو روبير، لي بوان دو روبير هنا شفناهم في الكوب دو موند وشفناهم في الكوب دافريك، والاشياء قاعده تتعاود، معناتها افيك اون ريغولاريتي انيرفونت، فهمت؟ دونك ولا كان انت ماكش مدرب وطني بالاسم وبالملاء، ولا كان عادل سليمي ماهوش مدرب وطني مساعد بالاسم والملاء، ولا كان انتوما معناتها ماكمش ماسكين زمام الامور، ولا كان ثم معناتها اشياء خارجيه على الجانب الفني، كان ثم معناتها حاجات تتاثر، ما عندنا في الماشين. انا قلت لك في الكونفيغوراسيون اكتويل رانا ما عندنا وين ماشيين. هنا تكلمنا وهنا اليوم على الجاهزيه وعلى اللاعبين وعلى الكاليتي كل، توا نتكلموا جوست الكلمه الاخيره اللي نقولوها وقت نتكلموا على رفيعه وبن سليمان. مالغري الكاليتي نتاعهم حطيتهم انت دون دو بون كونديسيون، لا حطيتهم دون دو بون كونديسيون الماتش الاولاني ضد السودان، اونكور موان في المباراة الثانية هذية، وقتها زوج جوارات يلعبوا معناتها 30 40 متر على معناتها على الزون نتاعهم، و60 متر القدامين ما يدخلوش فيهم بكل، الكرة ما تخرجش، وما ثماش معناتها دي بوان دو روبير القدام، على الأقل المباراة الأولى يا يو كيلكو فارياسيون، كشريد
ومعلول والخزري عملوا حاجه حركوا جابيد لا فارياسيون لا فاريتي وكل لا الماتش هذايا الاخراني. شوف باش نقول لكم حاجه، رفيعه رفيعه في الدقيقه التاسعه، في الدقيقه التاسعه عمل لي دو ميم فوت، مشى الملاعبي ادفيرس بور سامبوزي زاده ومشى له لوحوا في التوش كاريمون، خذا افيرتيسمون اورال الاولاني والثاني معناتها 30 سكوند بعدها يا خو ورقه صفراء تصور في كومبيتيسيون اوفيسيال باسكو ايتي مال اليز خاطر اون ايتي بريفي دو بالون على خاطر نلعبوا في ال 40 متر نتاعنا. توافق سيم توافق سيم في النظره التشاؤميه هذه مستقبل منتخب سي وجدي؟ لا انا مانيش متشائم بال بون ماناش باش نعملوا حاجات كبيره برشا في ال... في الكان الترشح بالنسبه لي انا معناها بصراحه يعني في انا ولا انا مش كلام لكن من بعد في كان الله اعلم من هنا الغادي شنو باش يصير، شكون من العباد باش يعاود يناديهم، شكون من العباد باش يظهروا، شكون من العباد باش يغيبوا، شكون باش يطيح المستوى نتاعهم. انا راه بالجروب هذايا بالجروب هذايا بالموجود ممكن نزيدوهم عصام جبالي لانه ملاعبي قاعد يسجل في الاهداف وكل شيء، ممكن بعض الاختيارات خروج بعض اللاعبين من التشكيله الاساسيه. اعطيني سامي ميساج نفس السؤال سالته سامي، شكون يقعد وشكون يخرج وشكون يجي؟ انا بالنسبه لي انا بن محمد مثلا ما عندوش مكان في المنتخب صراحه. ما عندوش مكان في المنتخب. علي معلول يشد بلاصته على اليسار، اذا كان نعملوا مقارنه مع الفريق مع ليكيب اللي هبطت الفورماسيون اللي هبطت البارح، فهمني مكان المساكني كاساسي ماهوش مضمون 100%. قال لك ماهوش بالفورمه الحاليه. اي بالفورمه الحاليه بالطبيعه فهمني، يلزم المساكني يرجع للفورمه نتاعو باش يكون اساسي. فهمني؟ لأنه كيكون أساسي كيكون في الفورمة نتاعو راهو ينجم يعاون مساك، أما ماهوش في فورمة تولي تضر في المساكنة أكثر من اللي تنفع فيه. داكور؟ دونك باللي كيف هذا، وحاجة أخرى، يا خويا ما خلت خاطر هذايا باش نعيط للملاعبي أنا، تي اسمه الطالبي ما لعب حتى ماتش. شنو خدت من السي اس اس؟ جبنا وحيد من السي اس اس. عمامو عمامو. شكون تقصد؟ نقول لك. طالبي مش من السي اس اس. شكون من سبيرونس كان أي. لا لا أحمد خليل. أحمد خليل شنو هو حيد من الكلوب أنا جبناه وما تلعبوش ومش أول مرة راهو يعملوه له أحمد خليل ديما ديما جبناه جلاسي أو خاطر ليكيب الأولى ولا هز الكوب أو جبنا منها وحيد ومن بعد ما يلعبش شماخي في يمشي السليكسيون فهمتي شماخي مش يلعب عنده برشا يلعب أنا ضده أنك تجيب ملاعبي خاطره في جمعية كبيرة واسم كبير ولا جمعية هزت كوب تونيزي ولا جمعية باش تغذي الجمهور باش تحطوا غادي باش تحطوا غادي تزين بهم ما يلعبش حتى أنا جو بريفير ما تعيط لحد من النادي الإفريقي ولا حتى من السي اس اس وعيط كل اللي يستاهلوا اما مش تعيط له وتزين به البنك انا محطوط هكا عندنا احمد خليل من النادي الافريقي رغم اللي في فورمه كبيره في اخر موسم مع الكليوب اليوم وجات الفرصه راهو اخزر الطالبي جاته الطالبي جاته الفرصه باش يلعب في الماتش البارح واحمد خليل جاته الفرصه باش يلعب فهمني في بلاست بن محمد صحيح والياس الجلاسي كان يلعب هو ما كان علي معلول في بلاست في الكولوار على في شونجمون اللي صار تعطيه حتى 25 مينيت 20 مينيت تعطيه انت تحكي قبيله على لي شونجمون تي هما بيدهم اللي قاعدين يدخلوا هما اللي قاعدين يخرجوا راهو كان ثبت مليح تلقى هما بيدهم هما السليتي والجزيري وبن عمر فهمني يدخلوا زيد فرجاني والخاوي نفس السؤال نفس السؤال نعطيك الكلمه نكمل معاك انت يا وسام كيف كيف شكون الملاعبين اللي يزيهم اللي في المنتخب الملاعبين بو مش يزيهم خلينا نكمل وسام اللي من برا قادرين يقدموا الاضافه للمنتخب بو مش يزيهم اليوم معناها ما حسناش بهم انت والفورمه كما قال لك اليوم بن محمد ولا يوسف ولا اسامه الحدادي ولا مرياح ولا براون ولا اللي هم تو سيرتو هذوما اللي فما الخاوي خاصة الخاوي خاصة الخاوي ما مريض ولا شنو لا لا معناتها من الملاعبية كل ما يجي المنتخب فماشي إضافة كبيرة الحقيقة بيان سور وديما يجي وديما يلعب تعطي فرصة للخاوي ما تعطيش فرصة للجلاسي صحيح مو صح ملاعب يحسها والظلم زاد مش باهي زاد ملاعب تجيب وتحطه كما قلت انت خردي المستير ولا خردي بنزرت ولا خردي متلوي جبت منها ملاعب هذا والله يظهر سنة الناس كل تحكي عليه خلينا نجيبه ونحطه واي تفرج وامشي على روحك اليوم ليه ملاعبية اليوم يوسف فاليور سور ما يعني نجم يحكي فيه حتى حد واعطى المنتخب اما اليوم يوسف مش في فورمه يوسف اذا في فورمه يلعب واحنا شنو ماك تحب مصلحه المنتخب يعني اذا يوسف مش ينفعني ومش يعاوني ويمركيلي ويهز لي كيف علاش نحيه اليوم يوسف ماهوش قادر باش يعاون بن محمد ما عندوش بلاصه ومو على البنك ممكن ما نعرفش ما في الديسبوزيتيف في ال11 ما نجمش يلعب اليوم عندك ملاعبيه بون ما يستحضرش برشا مع ميمو ويعمل في سيزون كبيره
كما قال لك العبيدي نتاع النادي الافريقي تعطيه حتى فرصه باش يكون موجود في الليسته الموسعه ولا يقرب ولا يلعب شويه. نسيم هنيد في اليونان زاد. نسيم هنيد في اليونان. بون عندنا الديفونسورات ديما نحن في تونس راهو نخلطوا في الديفونسورات الكبار. سامحني سي سامي. اليوم نحن تحكي على التشاؤم ولا ما التشاؤم. مش متشائم الواحد، ماذا بينا منتخب ديما القدام ونحن توانسه راهو. نحبوا تونس ونحبوا المنتخب ولعبنا في المنتخب ودفعنا على المنتخب. اليوم ماهوش تشائم اما فماش تطور. مش يتطور المنتخب، مش قاعد كلاسيك، هو بيدو جيبك العام هي بيدها تو سليم، فهمت؟ هي بيدها. مشينا كوب دافريك تعدينا، ما تعديناش كوب كوب دي موند كل اربع سنين، معناها مانيش قاعدين نقدموا. شوف الجزائر انت اليوم المحب اللي جبته اللي يحكي بكري في التليفون، المقابله دون هزيمه، دون هزيمه. شوف البارح كيفاش قال لك ما تفرجش على الماتش، قال لك البارح صحيت كيفاش قلب تروح المكسيك راهي كيبك على كبر من دقيقه 55 تلعب ناقص ملعب. شوف 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 الكاريزما بتاع الملاعبيه، شوف شخصيه الملاعبيه، شوف شخصيه المدرب. صحيت. شوف انت كوب دافريك الاخراني كيفاش، وشوف ضد شكون لعبوا انت كوب دافريك. ما عادش عندي وقت سامي، شنو حبيت تقول؟ معناها احنا خليك كامل مساج سامي. معناها ماذا بينا سلام، احنا منتخب يتبدل يتبدل حتى حتى البلون دو جون نتاعو يتبدل، حتى الفكره حتى يتطور يتطور. كيما جبدنا على الجزائر ان شاء الله نحن نحبوه يتطور، فهمت؟ سامي هاي كمل. لا حبيت جوست نقول لك يوسف المساكني يلزم يفض المشكله نتاعو مع فريق يوسف بوي. المساكني وإلا كان مش يقعد مع الفريق هذايا ويقعد ما يلعبش يلزم يفض المشكله نتاعو، كان مش يقعد الفريق نتاعو معناتها يحب يخرجه ويخليه في اليوفان 3 وما تلعبش مع السينيور وتقعد نون كومبيتيتيف، ثم مشكله حقيقيه يمشي هو يفض المشكله نتاعو، لانه هو عمل الاختيار هذا اللي بالنسبه لي انا اختيار لا رياضي. يعطيك الصحه، شكرا لك سامي الكريمي، شكرا سامي العابدي، شكرا سي وجدي السيد، كنتم معنا حكينا على مقابلة تونس نيجيريا اليوم القدوة الموعد كيف كيف مع انيس السحباني انطلاقا من مرة ساعتين حتى مرة ثلاثة ونص. شكرا فدوى الفيديو في الاعداد، منال ساسي في الاخراج، ادم المدبلي امن لكم اللايف ستريمينغ على الباج فيسبوك. اجمل تحيات اسلام المدبلي.